المفتوح لطبعاً أبنائنا الطلاب من الإعاقة الفكرية. رحب فيك مرة ثانية وأقول لك صباحك سعودي يا طلعت لي ناهد مو محمد. يلا أهلين يا ناهد، ورانا ورانا أنت يا ناهد. كيفك يا ناهد؟ طبعاً صباح الخير مرة ثانية. أنا يعني أصريت على محمد أن أنا اللي أطلع قبل لأنه أنا رسمتي اللي خلصت. أيوة، عشان كذا حبيت أنكم أنتم تشوفونها. وأنا دخلت تحدي مع محمد بس هو للحين يعني رسمته ما خلصت، فعشان كذا. إيش رأيك عبد الله، إيش رأيك بدور؟ واو حلوة كثير. كويس ما شاء الله، رساوة. شكلك طبعاً تحب الطبيعة، ما أدري هذا اللي فوق شمس وبحر يعني ما أدري كيف يعني. لا هو بحر بس يعني شوي في غيم، عرفتي غبار يعني، عرفتي. هي الرسمة حلوة بس لا تعيدينها مرة ثانية. خلينا الحين نصبح على محمد ونشوف هو ايش قاعد يرسم. صباح الخير محمد. صباح النور وصباح الخير عليك عبد الله وبدور من المنطقة الشرقية ومن شموع الأمل. طيب قل لي وش رأيك بالرسمة؟ طبعا الرسمة اولا شوف عبد الله يعني الغيوم بالكحلي يعني وبعد يعني حتى شوف هذه الشجرة ما فيها الا ثمرة واحدة بس يعني ما ادري. طيب انت الحين خلص رسمتك عبد محمد بعدين. انا اتحداك عندي طيب الرسمة بعد. طيب شوي لسه ما خلصت الحين شوف انت اللقاءات اللي معاك وبعدها. طبعا عندنا الان يعني ما شاء الله نحب ننوه اولا بانه الشيء الجميل في المنطقة هذه بانه اشار للاستاذ خالد الجماعة بانه عملوا محلات شبه طبيعية للأحياء الخارجية، يعني هناك محلات، هناك شارع، هناك إشارة، يعني حتى أبنائنا من ذوي الاحتياجات الخاصة يعني يتعرفوا على الحياة ويخرجوا للحياة فيما بعد وهم لديهم كل يعني الإمكانيات والمعرفة بما يدور في الخارج. يعني هذه الفعالية جميلة جدا، فيها دمج من المدارس العامة ومدارس أيضا التربية الفكرية ومن ذوي الاحتياجات الخاصة. يعني نحن الآن نجلس في أحد المدارس المشاركة من الخارج وهي مدارس الضاحية، صح؟ مدارس الضاحية الأهلية، وهناك مجموعة من الشباب طبعا والطلاب وهذه رسوماتهم طبعا تتحدث، يعني رسومات جميلة جدا ومشاركتهم. احنا بما أنه عدنا وقت ناهد خلينا نتعرف على بعض الشباب. يعني تعرفني باسمك؟ محمد عبد السلام النداف. كيف مشاركتك اليوم في شموع الأمل؟ ودي أرسم أكثر. تحب الرسم أنت؟ طيب تقول لي وش اللي رسمته؟ هذه لوحتك صح؟ ورد وشجر يعني منوعة ونخل وأشياء كثيرة. تعرفنا باسمك؟ بدر حمد سبيه. اللي ترسم الآن؟ اليوم أسبوع، هذا أسبوع الشجرة. خلينا نشوف الرسمة أو اللوحة هذه. تقول لي لأن أسبوع الشجرة الأسبوع هذا صح؟ صح. طيب كيف مشاركتك في شموع الأمل يعني مع الطلاب، مع بقية الطلاب، تحسها مشاركة جميلة؟ مشاركة جميلة و يعني خل بين المدارس أخوة وتجمع. بس مداخلة الأستاذ يعني لو تقول لي يعني عملية الدمج ومردودها على الطلاب، يعني دمج ذوي الاحتياجات الخاصة بأبنائنا في المراحل المختلفة، ما هي مردودها وإيجابيات؟ مردودها وإيجابيتها على في المسابقة هذه أو في أي مسابقة ثانية إن الطالب ذوي الاحتياجات الخاصة ما يحس وما يدرك إن هو مبعد أو مهمش عن المجتمع. لا، في تواصل بينه وبين المجتمع من خلال دمج المدارس الأصحاء مع التربية الخاصة، فبالتالي بيحصل عملية من التواصل بحيث ان هو يحس ان هو عايش جوه المجتمع ما بيخرج براه. فده شيء جميل جدا وحاجة نشكر عليها القائمين على العمل هذا، يعني لان كلنا واحد في مجتمع واحد، بنعيش في مجتمع واحد. ما ينفع ان احنا نهمش مجموعة ونبرز مجموعة، لا، كل يدخل جوه المجتمع، كل الشباب يدخلون داخل الصورة ما يخرجون براه. استاذ وعود ناهد. طيب محمد، لا يعني اذا سمحت قبل ما تخلص. لا لحظه، طيب اللوحه ما راح تطلع في الشاشه الا بعد ما اخلص. طيب هي الحين خلينا نشوف بالبدايه. لا لا لا، يعني ما نضمن احنا الوقت. طيب اوكي، ها هذه لوحه ما اكملها لسه. اي شرقاوي حتى بالبحر طبعًا موجود يعني طبعا. طيب بدور وعبد الله ننتقل لهم محمد الان، وان شاء الله احنا راح نلتقيكم في الساعه الاخيره. بس قبل ما ننتقل في عندنا ايضا مشاركه اطفال
هم شموع الأمل للتوحد. أيضا هم قاعدين يسلمون على البرنامج. وتسلم على مين؟ صباح الخير. أوبا كيف الحال؟ طيب؟ طيب الحين حنا بدور وعبد الله ننتقل لكم الآن، وبعد شوية إن شاء الله أو بعد ساعة في الساعة الأخيرة يعني إن شاء الله راح نلتقي فيكم، وأكيد عساكم على القوة. يعطيك العافية ناهد ومحمد، وبس لا ترسمين ناهد مرة ثانية انتبهي. يعطيك العافية، شكرا جزيلا. طبعا استمتعنا أكيد، ورح نعود إلى المنطقة الشرقية مرة أخرى، وفعلا يجب أنه ندعم أطفالنا وذوي الاحتياجات الخاصة وأيضا